بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. نحييكم أجمل تحية ونرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم. لعلنا نستهل هذا اللقاء معكم ومع المستمعين الكرام بهذا السؤال الذي يقول: نرجو توضيح أفضل طريقة لصلاة الليل، وكيف كانت صلاة داود عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام: خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فقيام الليل سنة مؤكدة وفيه فضل عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل عملا بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخر السورة. قال تعالى له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قد قام صلى الله عليه وسلم وأطال القيام حتى تفطرت قدماه من طول القيام. فقيام الليل سنة مؤكدة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الليل صالح للقيام من أوله أو من وسطه أو من آخره، وآخره أفضل لمن يثق بقيامه، ومن لا يثق بقيامه فإنه يقوم من أول الليل قبل أن ينام، ويختم قيام الليل بالوتر، والوتر سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبه، وأقله ركعة واحدة، وأكثره 11 أو 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، فيختم قيام الليل بالوتر. هذا هو السنة. نعم بارك الله فيكم. وبالنسبة للقنوت، هل هو واجب في كل ليلة؟ القنوت هو الدعاء الذي يكون في الوتر بعد القيام من الركوع في الوتر، فيدعو بما تيسر، وإن دعا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وإن أضاف إليه ما تيسر له من الأدعية فحسن. أحسن الله إليكم. من تعود على قيام الليل وانقطع لعذر أو لآخر، ما حكم ذلك الانقطاع حفظكم الله؟ إذا كان من عادته قيام الليل ولكنه عرض له عذر منعه منه كالمرض أو السفر، فإنه يكتب له ما كان يقومه صحيحا مقيما. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سؤال آخر. هذا أحد الأخوة من أبو حامد من الرياض، يقول: ما حكم الصلاة في المقبرة سواء كانت فريضة أو نافلة؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة ولا عند القبر ولو كان واحدا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لا فريضة ولا نافلة. نعم
أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة يقول: هذا ما حكم البيع والشراء يوم الجمعة بعد الأذان الثاني؟ لا يجوز البيع والشراء يوم الجمعة بعد الأذان الثاني الذي عند حضور الإمام على المنبر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يصح البيع والشراء، لا يصح عقد البيع وعقد الشراء بعد الأذان الثاني ليوم الجمعة، لأنه منهي عنه، النهي يقتضي الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للأذان الأول ما حكمه بارك الله فيكم؟ الأذان الأول سنة من أجل أن يتهيأ الناس بحضور صلاة الجمعة، وأول من فعله أو أمر به عثمان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، حينما كثر الناس في المدينة واتسعت المدينة وانشغلوا بأموالهم وزراعتهم وبيعهم وشرائهم، أمر بالأذان الأول من أجل أن يتهيأ الناس لصلاة الجمعة، فهو سنة باقية، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان رضي الله تعالى عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فهذا الأذان سنة لا ينبغي تركه، والحاجة تدعو إليه، لأن غفلة الناس في هذه الأزمان أكثر من غفلتهم في عهد عثمان. لكن ينبغي أن يقدم الأذان الأول يوم الجمعة بفترة تمكن الناس من التهيؤ وحضور صلاة الجمعة، أما أن يؤخر إلى قبيل الأذان الثاني ولا يكون بينهما إلا دقائق، فهذا لا يأتي بالغرض المطلوب، هو غير مشروع في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة بثلاثة أو أربعة صلاة الجمعة؟ ليس للجمعة عدد محدد على الصحيح، أما تنعقد به صلاة الجماعة تنعقد به صلاة الجمعة، وهم ثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، هذا أقل العدد. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من أسئلته يقول: ما هي حقوق الجار على جاره؟ حقوق الجار على جاره كثيرة، يجمعها أن يحسن إلى جاره، يحسن التعامل معه ويكف أذاه عنه. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الجار ذي القربى الجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار له حق من الحقوق التي أمر الله جل وعلا بها في هذه الآية، وأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في رواية: فلا يؤذي جاره. فيتمثل الإحسان إلى الجار بأمرين: أولا بذل المعروف معه والإحسان إليه، وثانيا كف الأذى عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. أيضا فضيلة الشيخ، في ختام رسالة الأخ إبراهيم من الرياض يسأل حفظكم الله عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم، الحديث صحيح. الرقى جمع رقية، وهي ما يعلق على المريض من التعاويذ. الرقية لها معنيان: المعنى الأول أن يقرأ على المريض وينفث عليه من القرآن ومن الأدعية المشروعة، وهذا مشروع مستحب ما فيه من النفع والخير للمريض، وهو من العلاج الشافي بإذن الله، ومن الاستشفاء بالقرآن الكريم. والنوع الثاني من أنواع الرقية ما ذكرنا، ما يعلق على الجسم من الرقاع أو من الحروز وما يسمى بالتمائم، فهذا إن كان من القرآن ومن الأدعية الشرعية قد اختلف العلماء في جوازه، والصحيح أنه لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذا عام لجميع أنواع الرقى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، في رواية: إن تعلق تميمة فقد أشرك. والقول الثاني أنه إذا كان المعلق من القرآن أو من الأدعية أنه لا بأس بذلك، لأن هذا يدخل
الاستشفاء بالقرآن ويدخل في الرقية الشرعية، ولكن الصحيح القول الأول وهو أن هذا لا يجوز، وإنما يكتفى بالرقية التي هي القراءة على المريض مباشرة. نعم. فالرقية فيها هذا التفصيل الذي ذكره العلماء. نعم. وأما إذا كان المعلق من الطلاسم والحروف المقطعة وأسماء الشياطين أو ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، فإن هذا حرام بالإجماع، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. في رسالة أبو سعيد سؤال من الأسئلة التي له علاقة بإجابتكم السابقة، ولعلني أبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال. يقول: هل التداوي بالرقية وغيرها من وسائل التداوي فيه نقص بالإيمان؟ لا، الأخذ بالأسباب المباحة مأمور به، فهو من الإيمان ولا ينقص الإيمان. الأخذ بالأسباب المباحة ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومنه الرقية الشرعية والدواء وغير ذلك، فهو من الأسباب ولا ينقص ذلك من الإيمان، بل هو من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. أعود مرة أخرى إلى أسئلة أبو سعيد. يقول: هل قول البعض الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه صحيح؟ نعم، الله يحمد على كل حال. نعم. ما يكره العبد وما يحب، فهو مكروه من جهة العبد، أما من جهة الله فكل ما يجري من عند الله فهو محمود وليس مكروها، لأنه لحكمة إلهية. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يكون الجمع بين محبة الوالد لأولاده ومحبته لله عز وجل؟ لا تنافي بينهما باختلاف معناهما. فمحبة الله هي محبة العبادة، هي محبة العبادة. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه محبة العبادة، وهي المحبة التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أنواع العبادة. أما محبة الأولاد ومحبة الأكل والشرب ومحبة الزوجة والأصدقاء، هذه محبة طبيعية. محبة الوطن هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان ما لم يقدمها على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة؟ نعم، في الفضائل، في باب الفضائل وفي باب المواعظ يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة. أما أن يبنى عليها أحكام من الحلال والحرام والواجب والمحرم فهذه لا يحتج بها، أحاديث الضعيفة لا يحتج بها، إلا إذا كان هناك أحاديث صحيحة في الباب أو في معناها فإنها يستأنس بها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة في هذه الرسالة، هي السائل يقول: ما هو السبب تعلق بعض الناس بالقبور والأضرحة وطلب الإعانات وأيضا شفاء المرضى؟ السبب أمران: الأمر الأول الجهل بما شرع الله سبحانه وتعالى، الجهل يوقع في مثل هذه الأمور، من ثم يجب على المسلم أن يتعلم عقيدته وما يصححها وما يبطلها وما ينقصها لئلا يقع في هذا الأمر، لا سيما والناس كثيرون يقعون فيه فربما يقلدهم وهو لا يدري أن هذا لا يجوز، فبالعلم بأحكام الشرع يتجنب هذه الأمور. هذا أمر. الأمر الثاني دعاة الضلال الذين يدعون إلى التعلق بالأموات والأضرحة ويؤلفون الكتب ويتكلمون في الإذاعات وفي الفضائيات، دعاة الضلال هم الذين يوقعون العوام والجهال في هذه الأمور، إلى جانب التقليد الأعمى. فإذا وجد الناس يفعلون هذا الشيء وهو جاهل استحسنه وفعله. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى. السائل يقول: القسم بالأمانة والشرف نراه كثيرا في بعض المجتمعات، فما حكم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله شرك فلا يجوز، لأنه تعظيم، لأن القسم تأكيد الشيء بذكر معظم، وهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، والذي يحلف به ويقسم به. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. ومن ذلك الحلف بالأمانة لا يجوز، بل جاء النهي عنها بخصوصها، جاء النهي عن الحلف بالأمانة لأنه حلف وقسم بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يحلف بأحد بمخلوق مطلقة، لا بالنبي ولا بجبريل ولا بالولي من الأولياء ولا بصالح من الصالحين، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله هذا عام. نعم. أيضا بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الكتب التي شرحت أبواب العقيدة شرحا مبسطا لكي نقرأها؟ كتب التي بيّنت العقيدة وشرحتها كثيرة ولله الحمد، وميسرة ومتوفرة لله الحمد. ومن أقربها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحه، تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد، غير ذلك من شروح هذا الكتاب المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى. هذا السائل يقول: هل يجوز لأب أن يطلق زوجة ابنه؟ لا يجوز له ذلك إلا بالوكالة، طلاق خاص بالزوج، إنما يطلق غير الزوج بالوكالة إذا وكله، أو كان الزوج ليس عنده عقل فإنه يطلق عنه وليه، كما يتزوج عنه ينوب عنه وليه. أما إذا كان صحيحا، أما إذا كان عاقلا، إذا كان الزوج عاقلا فإن أحدا لا يطلق عليه إلا الحاكم، إلا الحاكم إذا دعا الأمر إلى ذلك فإنه يطلق عليه الحاكم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا سؤاله الأخير في هذه الرسالة، يقول: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تقارب الزوال، إلى أن تقف في كبد السماء تحاذي الرؤوس، هذا لا الوقت لا يصلى فيه، وإن كان قصيرا لكن لا يصلى فيه لأنه وقت نهي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل رمز لإسمه بصادرة من جدة، يقول: يا فضيلة الشيخ، بعض الناس يقولون إن الوضوء في دورة المياه مكروه، فما حكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. لا أصل لهذا الكلام، فالوضوء في دورة المياه جائز إذا تحفظ الإنسان من النجاسة. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة من نجاسة الدم المسفوح؟ لأنه والله أعلم يشتمل على أشياء، يشتمل على أشياء سيئة، فيحرم أكله، حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم حرام أكله لما يشتمل عليه من الميكروبات التي شخصها الأطباء، لأنه يشتمل على ميكروبات وأمراض، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو نجس، وهذا بناء على أن كل محرم فهو نجس، وهذا فيه نظر. نعم. لكن الدم يتجنبه الإنسان، جاء الأمر بالغسل من الدم في حديث الحائض، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تنضحه ثم تقرصه، قال صلى الله عليه وسلم: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه. فأمر بالغسل من دم الحيض، غسل الثوب من دم الحيض. نعم. أحسن الله إليكم. من وجد نجاسة بعد فراغه من العبادة كالصلاة، هل يعيد الصلاة حفظكم الله؟ لا يعيد الصلاة، لكن يغسله للمستقبل. فإذا وجد نجاسة في ثوبه أو على بدنه بعد ما صلى فإنه تصح صلاته، ولكن يغسلها للمستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: حديث من يتصدق على هذا للرجل الذي فاتته الصلاة، فهل للمتصدق أن يأتي بالأذكار عقب الصلاة مرة أخرى طلبا للأجر؟ يكفي الأذكار التي قالها بعد الصلاة الأولى. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من حلقات برنامج نور على الدر مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: أهو التعريف الدقيق للإيمان وكيف نبتعد عن الشبهات؟ التعريف الصحيح الإيمان ما عرفه به أئمة العلم والسنة، لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. السؤال الأخير في هذه الحلقة بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض الطاهرة حفظكم الله أو السجاد؟ المصحف لا يوضع على الأرض، إنما يوضع على شيء مرتفع
أو يوضع على السجاد لا بأس، على الفراش الطاهر لا بأس، أما وضعه على الأرض وعلى التراب فهذا غير لائق بكلام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا بإذنه عز وجل. نلتقي في لقاء مقبل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.